بيشك ولا بلاد الزمالك. ده تكمله وتاكيدا على اللي انت بتقوله. طب واحد من اللعيبه اللي لعبوا لسن كبير جدا وشكله هيرجع يلعب تاني عصام الحضري، يعني كاتب لك تويتر اهي، اوسى اخويا وحبيبي، ده لسه كاتب لك الاسبوع اللي فات، انا رديت عليه على فكره وحبيبي طب اقراها انت. طيب اوسى حبيبي، اوسى اخويا وحبيبي، شرفتنا حبيبي، وانا انت بتقراها باللهجه بتاعت الحضري يعني، قياسيه في عدد السنين اللعب، بس طبعا تحطيم ارقامي في الانجازات انسى، كان غيرك اشطر، خلي بالك انا لسه ما اعتزلتش رسمي. هو عصام مساء الخير، هو يقول بقى والنور قاطع عندك ولا ايه يا عصام؟ ما دفعتش كهربا ولا ايه؟ عصام يا عمي يا عم كل كويس بقى واتمرن كويس، مش عايز حد كويس. مش عايز حد يعديه خالص. ها انت مش عايز حد يقرب منك حد؟ اقول له ايه؟ طيب هو قاعد يقول لك ايه، قاعد باكل كويس وبتمرن كويس وبنام كويس وبقى 24 سنه انا ما عرفتش الحاجات دي الا دلوقتي. يعني انت ما كنتش بتعمل كده؟ هو لسه بيعمل كده؟ هو لسه بيعمل كده؟ بقول لك ايه، قول له انا بعمل كده. انت فين عصام؟ يا عالمي انت فين؟ قول لي والله. انت وقفتني واقف في الشارع والله العظيم، معلش تعبينك معانا، تعبينك معانا، واقف في المكان اللي انت واقف في المكان اللي انت بتجري فيه كمان حبيبي يا قص. دلوقتي انا هقول لك الاول انا رديت عليه قلت له ايه. قلت له مفيش غير سد عالي واحد صاحب الانجازات وانا مستنيك ترجع، وقبلت التحدي ومعاك لي ال50. هو ما ردش لسه بس كان عاوز يرد دلوقتي. خلي بالك هو هيرجع يلعب تاني. انا مستنيه والله، والله العظيم هيرجع، والله مستنيه. انا مستنيك لما تخلص، اول ما تقرب، اول ما تقرب كده مني وبعدين اعطيك الصدمه الثانيه، فاهم انت؟ يعني انا ممكن اتنزل لك وخلاص عليك زي ما انت عارف. طب عصام انت لعبت مع حراس كتير طبعا في التاريخ الكبير والطويل اللي انت لعبت معاه. لو انا بكل امانه، انت النهارده في ثلاث حراس، يعني ثلاث حراس، الثلاث حراس دول اقدر اقول ان مين فنيا انت بالنسبه لك انت كان الافضل فنيا، وانا عارف ان هو سؤال صعب شويه، عبد الواحد السيد وعصام الحضري. عصام شيل، طب شيل الحضري، ما تحطش الحضري. طيب لا مش بالحضري. طيب عبد الواحد السيد ونادر السيد وعبد المنصف، ايه او ايه الفرق بينهم؟ بلاش ايه الفرق بين عبد الواحد ونادر السيد وعبد المنصف؟ بص، هو من وجهة نظري مفيش فرق بين الثلاثة. الحتة اللي فرق اللي بين الثلاثة يعني بتختلف بين كل واحد وواحد. يعني ممكن عبد المنصف الجو لما بيكون الجو حواليه اللي هو هادي ومفيش فيه إثارة ومفيش فيه صراعات والحاجات، بيبقى عبد المنصف كويس زي ما هو بيأدي دلوقتي أو بقاله فترة كبيرة بيأدي. يعني عبد المنصف، انا اعرف عبد المنصف من يعني من الحراس اللي انا بحبها ومن تربط لي بيه علاقه كبيره كمان قوي. ده عبد المنصف. ما بحبش ان هو يخش في صراعات، يعني انا ما بحبش عبد المنصف يخش في صراعات. يعني عبد المنصف لما يكون المناخ اهدى يتألق بشكل اكبر. بيديك اكتر ما انت متوقع كمان. تمام. يعني ده عبد المنصف. عبد الواحد ما فيش صراعات بقى ولا في تحدي. ممكن في تحدي في التدريب، تحدي في المنافسه، مين يبقى واحد ومين يبقى اثنين، ده كويس. الصراعات اللي بتدور حوالين الفريق ان كان جماهيريا او كان حته مثلا مدربين او حد مثلا اعلاميين، بتبقى من من طب ما ترفع الموبايل شويه، ارفع الموبايل شويه، ايوه كده، بص لنا. ماشي أمر والله. ده أمر. أول حاجة ده 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 عبد المنصف. نادر يعني من حتة نادر اجتماعي أكتر، يعني بيحاول يقرب من الناس أكتر، بيحاول يقرب من الأجهزة الفنية أكتر. بيحاول يقرب من اللعيبة اللي هي ممكن يحس إن هي إن هو يستفيد منها. فهمت. ده موضوع نادر. عبد الواحد عبد واحد يعني عبد واحد برضو من الناس اللي بيحب الصراعات، يعني عبد واحد بيحب الصراعات، ودي حاجه مش وحشه، الناس بتاخدها بطريقه وحشه. صراعات احنا ممكن نقول صراعات ان هو بيتحدى نفسه، بيتحدى الحراس اللي معاه، بيتحدى اي حد مثلا ان كان بينتقده او اي حاجه. هي بتختلف بين الثلاثه، زي انا من حراس مرمى ان انا هتكلم عن نفسي،
الحراس مرمى بحب الناس تستفزني، بحب الاعلام يستفزني، بحب يبقى في منافسه بينه وبين حراس المرمى عشان بس ما فيش حد يقول يعني مثلا هو ما اتكلمش على نفسه. برضه حبيت بقول لك يعني كانت بتربطني حته بين مستر مان والجوزيه، الحته دي كان هو يتعمد ان هو لما يخش الاوضه ما يدينيش حقي عشان اديله اكتر اكتر واكتر. طب يا عصام قول لي بجد بجد، انت هترجع تلعب السنه الجايه؟ لا لا يا عالمي، العب فين يا عالمي؟ عالمي ارجع العب، بص ارجع العب لما يكون فيه يعني، انا مش عايز حد يحس مني او يقول كلمه وحشه. احنا الدوري بتاعنا لعبنا دوري والحمد لله الموسم انتهى، والناس كل واحد كان حزين ان الدوري ما يكون مش ممكن ما يرجعش، او حزين الدوري ما يكملش، لان كانت في ناس كتير هتتاثر معنويا ماديا، في ناس كتير باكل عيشها من حته الكوره، ان كان اداريين او ان كان عمال او ان كان مدربين او كان لعيبه. طبعا دي حقيقه، بس ده دوري؟ لا مش دوري خالص، ده مش دوري، دي مش كوره اللي مصر متعوده عليها، اللي كانت رقم واحد في مش هقول بس في الوطن العربي، ده في افريقيا والوطن العربي والشرق الاوسط، كان الدوري المصري الناس كلها كانت بتنتظره. يعني انت يعني ده دوري مصري يعني هو عصام يعني عصام الاجواء اللي عاش فيها مش هي دي دلوقتي. انا عارف وجهه نظر عصام اللي عاوز اوصلها، هو عاش في اجواء انديه جماهيريه وشعبيه وبينزل ماتشات وجمهور وبتاع، فدلوقتي فجاه لقى الاستادات كلها فاضيه، اللعيبه بقت مختلفه كمان، النظام بتاع المسابقه متلخبط، يعني في حاجات كتيره مش زي الاول. فهو طب انا معلش عصام اوسى، هل حقيقي ده اللي انا شايفه وده وجهه نظري بصراحه، بس هقول لك انت بتتفق معايا ولا لا، هل فعلا مستوى المهاجمين دلوقتي لا يقارن باي شكل من الاشكال من مستوى المهاجمين في اول الالفينات؟ طبعا يعني ده فرق شاسع. طبعا عاوز اقول لك حاجه، ان يعني اخر مهاجمين هو الجيل بتاعكم، ميدو، عمرو زكي، متعب، زيدان، عبد الحليم علي، وبعدين وانت بقى راجع بقى كان يعني في الدوري، يعني حتى الدوري زمان، انا طبعا يعني الدوري حتى في التسعينات كان كل ماتش انتوا كحراس بتلعبوا قدام راس حربه جامد. لا راس حربه، كل فرقه كان راس حربه واثنين فرقه جامدين جدا، يعني كان في كل الدوري راسات حربه جامده. ايه رايك عصام في الموضوع ده؟ هل فعلا المهاجمين دلوقتي اقل بكتير؟ الجيل مختلف، الجيل لا العقليه اختلفت، الاعلام برضو السبب اساسي. موضوع اللعيب دلوقتي بيفكر ان هو قبل ما يلعب حقك تطلب اللي انت عايزه، بس فكر ان انت ضد الناديك، فكر ان انت ضد الفريق بتاعك وزمايلك، اللي انت كنت ممكن تطلبه اكتر. اما الوقت كله بيفكر حته اعلاميا، كله الاعلام الميديا بقت كبيره قوي، اي واحد دلوقتي بيحس ان هو راح يتمرن تمرين قوي بيحس ان هو تعبان، لان هو اولا ما هوش جاهز كويس، ما هوش نفسيا كويس، بيفكر في حاجه قبل ما بيحقق بطوله لناديه او قبل ما بيحقق حاجه لمنتخب بلده، بيطلب يقول انا عايز كام. الحاجه الثانيه واللي هي الاهم، من النهارده بيفكر في مصلحه ناديه او منتخب بلده؟ مفيش. عشان كده انت بتلاقي دوري فجاه بقت الماده بقت اكتر من فنيا، ان في كوره في مصر، في كوره في مصر. اللي ضايقك كمان زي ما قلت لك ان كم مدير فني، وقبل كده وانت اتكلمنا في الموضوع ده والحمد لله اتحاد الكوره عدلها، ان مدرب بيمسك 5 انديه في السنه، مدرب بيمسك 4 انديه في السنه. دلوقتي اتحدد خلاص، ودي حاجه احنا انا وانت يمكن اتكلمنا عليها في الحلقه، واتحاد الكوره يشكر ان هو نفذها. ان يبقى المدرب اللي يمشي من ناديه ما يمسكش تاني، او مدرب يمشي من نادي يمسك نادي تاني بس. عصام دي هتبقى دايره متفتحه. عصام بشكرك على وجودك معانا، ودايما بنتشرف بوجودك معانا في اوضه اللبس، واوسى بيسلم عليك. يقعد بقى يشرب حاجه بقى في حته، تعب بقى له ساعه. اوسى روح نام يلا اوسى، وكل كويس وجهز لي. ها خلاص. انت خلاص، ما انت قلت خلاص مش راجع، غير كلامك ايه؟ تصبح على خير عصام، بشكرك حبيبي عصام. حقيقة عصام الحضري اسطوره، ليجند بكل المقاييس، زي ما انا بقول ان اوسا اسطوره، لان ان انت تقدر تلعب كل عدد السنوات دي، ومش بتلعب بس، انت بتلعب وبتلعب في مستوى مميز وكل الناس بتشيد بيك، ده يا جماعه مش سهل. اوعوا تفتكروا ان القصه دي سهله. زي ما انتوا سمعتوا اوسا دلوقتي كان بيتكلم على نظام غذائي، بيتكلم على نوم بدري، بيتكلم على متابعه.